موضوع من الموضوعات المهمة اللي ظهرت امبارح كده على الساحة بشكل كبير شوية. كل قنوات مدينة الإنتاج الإعلامي طالعة بتتكلم عن إنجازات الإسكان وإن مصر رايحة لحتة تانية خالص. ملف الإسكان كل شوية لازم يطلعوه يرموه، يعمل دوشة وضجة، الناس تروح بلح مفيش حاجة، ياخدوا بعضهم ويرجعوا، يسقطوا شوية ويرجعوا لنفس الحكاية لكن بشكل إيه مختلف حبة. ويمكن آخرهم كنا فاكرين لما طلعوا من حوالي سنة وقال لك وحدات سكنية ومعرفش المدينة بتاعت هشام طلعت مصطفى وبدي بتاعت المواطن متوسط الدخل، الكلام اللي احنا عارفينه اللي لا بيودي ولا بيجي. من امبارح في حملة مترتبة بشكل كويس جدا طلع كده من جهاز سامسونج محترم، كله بيروج للفكرة مشاريع الإسكان، وفي نفس الوقت كان يعني اللي كان بيحصل قدامها قروض بالمليارات. مصر ما بتعملش ده من ميزانياتها، لا دي بتاخد قرض، اصل انا هبني وحده سكنيه او هبني مدينه سكنيه، ومن ناحيه تانية اطرد للناس دي من هنا وطرد للناس دي من هنا عشان المنطقه دي لازماني. المهم هنروح نشوف بيروجوا للقصه دي ازاي، وهبدا باحمد موسى اللي طالع امبارح في الحلقه وبيبشر المصريين وبيقول الحمد لله قدرنا دلوقتي نوصل للمرحله ان كل مواطن مصري هيبقى عنده شقه خاصه. عالمين وغيرها ممكن يفرش لك، او العاصمه ممكن يفرش لك. شوف انت بقى لما الدوله اللي تبقى فرشالك كوبايات زرقاء واباجورات ذهبي وكل اللي انت نفسك فيه، ما شفناش النجف شكله ايه وتشطيبه ايه. يعني المشاريع دي معموله لا هقول بقى لا طبقه متوسطه ولا خط الفقر ولا اي حاجه، الشقق دي الوحدات الكتيره اللي طالع احمد موسى امبارح بيروج لها وبيتكلم عليها وبيقول انها هتبقى متاحه للناس وكله تمويل بنك او قرض من البنك، ان بتبقى بضمان الوحده والمفروض ان هي ميسره لكل الناس. وعشان نكون متفقين، البنك في حاجة في مصر اسمها التمويل العقاري، احنا عارفين التمويل العقاري بيمول لغاية 90% من قيمة الوحدة، يعني على الأقل على الأقل بعد المقدم اللي انت هتدفعه في الوحدة دي البنك يقدر يمول لك 90% وهتسدد له حوالي 10% في الأول، لكن البنك له شروط كتير. البنك هيمول لك على 20 سنة، خلينا ناخد للأطول مدة 20 سنة، بس في المقابل هو عايز ضمانات، مش الشقة بس الضمان لوحده عشان يمول لك حاجة زي كده. مرتبك كام؟ عشان اقدر اخصم منه مثلا 5 ولا 6 ولا 7 تلاف جنيه كل شهر على الاقل قيمه الوحدات اللي بيتم الاعلان عنها، لان انتوا الوحدات دي هتسمعوا اسعارها دلوقتي وهتكتشفوا ان مفيش حاجه ببلاش ومفيش حاجه زي ما بيقول لك متاحه ومتوفره وللمواطن والبنك يمول لك وكلها للمواطن، ولو عايزهم يفرشوها لك يفرشوها لك، ولو عايزهم يحطوا لك اللي انت عايزه هتلاقيه، العاصمه هي اللي بتفرش لك. برضو احمد موسى سيبنا من احمد موسى مش فارق كتير عنه والله، يوسف الحسيني هو كمان راح للموضوع لكن راح لحته تانية، وبصراحه اي حد يسمع الكلام ده لازم يفرح، لكن ده اللي بيحصل ولا اللي بيحصل حاجه تانية؟ اهو الكلام ده بالظبط اللي احنا بقالنا 3 ايام دلوقتي من وقت ما فتحوا موضوع الزياده السكانيه واحنا بنقول اخرج بالناس شويه بره العاصمه، بس وانت بتخرج بره العاصمه لازم توفر لهم فرصه عمل، توفر لهم خدمات، ما يحسوش بالوحشه والغربه، لكن ده الكلام اللي بيتقال، على ارض الواقع ده اللي بيحصل، وعندنا نماذج مش فاكره منها الا الاسمرات دلوقتي، الناس اللي قالوا لهم خرجوهم من مثلث ماسبيرو وخلصوهم من طلعوهم من الوراق وطلعوهم من هنا ومن هنا وودوهم هناك، الناس قالوا لك ايه؟ ده احنا في صحراء. الشقق اللي احنا شفناها، النموذج اللي احنا شفناه، هل ده النموذج الحقيقي اللي موجود ولا الموضوع مختلف؟ هي مليانه تفاصيل كتير، لكن يبقى ان الكلام حاجه والحقيقه حاجه تانية خالص. وعشان برضو تعرفوا الموضوع ماشي ازاي وهو يعني قرار جاي يلا وزعلي ده على مدينه الانتاج، يطلع علينا المستشار عصام هلال وده عضو في مجلس الشيوخ، ويقول ان الانجازات المصريه في ال7 سنين الاخيره اللي حصلت معجزة. والله العظيم أنا الواحد نفسه يغمض عينه ويفتحها يلاقي إن مصر كلها والعشوائيات، بلاش مصر كلها لأن أكيد في حتت في مصر أحسن من الحتت اللي إحنا شفناها، يلاقي إن كل العشوائيات في مصر وكل المناطق اللي يعني مش كويسة والناس اللي
نايمة في المقابر والناس اللي نايمة في المراكب والناس اللي نايمة في حتت صعبة يلاقوا عندهم فرصة ان هم يناموا في شقة زي كده. لان محدش ضد التطوير ابدا، والتطوير لو حقيقي واي انجاز حقيقي بيحصل المفروض ان المواطن بيحس بيه. في النهاية احنا كلنا بنحب مصر مهما اختلفنا في التوجهات بتاعتنا، لكن الحقيقة احنا ضد النصب، بس ضد الفساد، ضد انك تقول حاجة وانت مش بتعملها بس للشو الإعلامي، مش أكتر من كده. حاجات ملهاش علاقة بالناس الحقيقية ولا بحياتهم اليومية. أدينا سمعنا أحمد موسى والحسيني، يوسف الحسيني، وكلام عصام عضو مجلس النواب. هل بقى الأساتذة اللي عرضنا كلامهم دول مثلا، وهم دلوقتي بيقول لك الإنجازات زي الأخير ده اللي يقول لك اللي حصل في مصر إنجازات معجزة معجزة، هل قدر برضو يتكلم عن ان في خلال السبع سنين دول في ناس اتهجرت من بيوتها بالغصب وبالإجبار، والناس دي ما عندهاش أوضة وصالة حتى يقعدوا فيها لحد النهاردة؟ هل عنده فكرة وهو بيتكلم على المعجزة اللي حصلت ان في ناس بتنام في الشارع في عز البرد وبيوتها وقعت وتهدت وما كانوش عارفين يروحوا فين ولا يجوا منين، والدولة لحد النهاردة مش شايفاهم وعندها عمارات اهي وبيوت مفروشة وحلوة وسكنها الأشباح؟ تعالوا نفكرهم ونفكركم برضو بناس من اسكندرية وضعهم عامل ازاي. خيم الإيواء اللي موجودة النهاردة 2022 وإحنا مصر داخلة على معجزة. ربنا العيال الصغيرة. سيادة الرئيس، بالله عليك سيادة الرئيس، إحنا بنستغيث بيك للمرة مليون. أنا مش عارف أقول إيه، زي ما حضرتك شايف كلنا ورايحين، عيال صغيرة ولا هيعرفوا يروحوا مدارس ولا هيعرفوا يروحوا هنا ولا هنا، وشربة هيموتوا من البرد من الساعة 3 بالليل وإحنا واقفين كده الوقفة السودة دي من الساعة 3 بالليل، وفي الآخر عربية الشرطة جاية ولا هتعمل لنا إيه؟ عربية الشرطة جاية، الناس مسنين اهيت، عربية الشرطة جاية اهيت ماشي، ومفيش أي حاجة بتحصل، مستنيين حد مسؤول يجي لنا، مفيش حد مسؤول بيجي لنا ولا حد مسؤول هيجي لنا، وأدي عربية الشرطة واقفة اهيت بالشرطة ومفيش ولا مسؤول هيسأل فينا، زي ما احنا مرمين اهو من يومين، زي ما احنا مرمين، اترمينا 3 شهور في المدرسة وأدي شهرين هنا اهوت، مفيش حد بيسأل فينا خالص. شهرين مرميين في خيم، شهرين بعد ما هجروهم من المنطقة اللي كانوا فيها عشان التطوير، مرميين بقالهم شهرين في خيم، نساء وأطفال ومسنين، ويقول لك الإنجازات اللي حصلت معجزة. يقول لك أنا خطبت الرئيس للمرة المليون، خليها المليون وواحد إن شاء الله هيسمعك. ما نفكروش إن الناس دي، وإحنا بنتكلم بقى في تطوير وفي تنمية، إن الناس دي تتنقل، إن الناس دي تروح بيوت آدمية، إن الأطفال والنساء والناس الكبار في السن دول يلاقوا أربع حيطان بيلموهم. ماشي، ادي حاله من الحالات. تعالوا نروح لحاله تانية، نسمع برضو شكوى مهمه من واحده من السيدات اللي كانوا في عمارات نادي الصيد في اسكندريه، وكلامها هنفهم منه القصه بشكل كبير. ولا حد هيعوضها عن اي حاجه، ولا حد هيعوضها عن فلوسها، ولا حد هيعوضها عن تعبها في تاسيس بيتها، ولا حد هيعوضها وهي بتروح لمكان تاني، لانها هتروح لمكان بتنقصه الخدمات وبتنقصه كل حاجه لازماها، ولا حد. وبرضو الكلام ده يرجعنا لورا شوية ورا شوية، بس الحقيقة قصة لسه لغاية النهاردة من القصص يعني اللي دايما موجودة وجرحها لسه نافذ في قلوب أصحابها. لما كانوا عايزين يحطوا إيديهم على منطقة معينة يعني، فيروح يقول لك إيه، العمارات اللي عملناها أهي موجودة وهناخد الأرض دي مهما كانت هي بقى تسوى إيه، ويدوا الناس فلوس زهيده جدا جدا ويخيرك، يقول لك انا المنطقه دي انا ههدها عشان هي لازماني. وانت قدامك حاجه من الاثنين، يا تاخد على الاوضه 40,000 جنيه، فلو احنا بنتكلم في اكبر حاجه مثلا 3 غرف ولا 4 غرف، فانت بتتكلم في 120,000-150,000 جنيه، يا اما ادي لك شقه 50 متر في الحي الأسمرات ولا في حي بشاير ولا حاجات اللي هي في الصحراء اللي ما فيهاش أي حاجة، وانت اختار ايه اللي انت عايزه. وعندنا مثلا جزيرة الوراق واللي حصل فيها، عندنا ماسبيرو، فاكرين اللي حصل في مثلث ماسبيرو؟ تعالوا نفكركم بكلام الناس قبل ما يتهجروا جبريا ان هم يسيبوا المكان حتى لو كان عشوائي، بس حياتهم فيه. عايزين نطور، مش ضد التطوير، بس خرجهم من بيوتهم، قعدهم في بيوت تانية، مش تاخدهم من بيوتهم وتقول لهم يا ترضى بال 120,000 جنيه اللي انا هديهم لك، يخبط راسك في الحيط.
لا دي احسن حته واحسن منطقه، خير ورزق وكل حاجه في المنطقه دي. احنا لو خرجنا من هنا هنموت على فكره، مش هنلاقي ناكل ولا نلاقي نشرب. اكترات الناس هنا ما بتدفعش ايجار، ما بتدفعش نور، لكن لما يخرجوا بره يدفعوا نور، يدفعوا ميه، يدفعوا غاز، كل ده هنجيبه منين؟ مش عايزين فلوس. 100,000 تعمل ايه 100,000؟ دلوقتي الايجار ب 1000 و 1200، الشارع الجديد اهو الناس بتدور فيه ب 1000 و 1100 جنيه واول. مش عارفين دخلهم، هم مش عاملين تعويضات للمستاجر، هم عاملين تعويضات لصاحب المكان. المستاجر مالوش دعوه بالمستاجر، صاحب المكان ياخد فلوس المستاجر هيترمي في الشارع، مالوش اي تعويضات. حتى هم مش مهتمين بالمستاجر، هو مهتم بصاحب المكان. صاحب المكان ياخد فلوس المستاجر يطلع بره في الشارع، ما كانش عنده مكان بره هيترمي وهيتشحطح في الشارع، مالوش اي مكان تاني. منطقه ماسبيرو من المناطق الاستراتيجية طبعا، منطقة يعني حلوة جدا جدا جدا، المثلث ضايع بسبب العشوائيات. وتاني بأكد احنا مش ضد التطوير أبدا، لكن احنا ضد الظلم. يعني زي ما سمعنا كده واحد بيتكلم وبيقولك هو بيعوض صاحب العقار، المستأجر ملوش دعوة. يعني ده مثلا واحد بيدفع له إيجار 2 جنيه ولا 3 جنيه، صاحب العمارة مثلا لما هيقول له خلاص أنا خارج، اللي هو أساسا صاحب العمارة هتلاقيه واخد 200-300 ألف جنيه، هيديله إيه؟ هيديله ايه؟ هيديله في سنانه، مفيش حاجة، وخبطوا راسكم في الحيط. ورغم كده يعني طلعوا بالإكراه، وشفنا طبعا عربيات الأمن المركزي، وشفنا اللي كان بيحصل وقتها عشان يفضوا المكان. طيب خلونا نقول إن الدولة عوضتهم، والناس دي كل واحد قبل بال 120 ألف جنيه اللي الدولة قررت إن هي تصرفهم على حسب الغرف. بس أنا بقول 120، 150 يا سيدي، 150 ألف، هعتبر إن هو واخد 3 غرف ولا 4 غرف. فكر إن هو يروح ياخد شقة، وفكر يروح للشقق الحلوة الجميلة زي اللي طلع وعرضها أحمد موسى وقال لك أهو تحت، دي مناسبة للمواطن المصري والبنك اللي هيمولك وي 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 والكلام ده كله. تعالوا كده نشوف الخبر اللي نازل على موقع مصراوي من 10 أيام تقريبا، واللي بيتكلم عن أسعار الوحدات. عمارة حلوة والله، وتشرح يعني بجد، يعني تفتح كده النفس، نظيفة ومتشطبة حلو وشكلها فعلا آدم. طيب جميل قوي. أنا بقى لو فكرنا الواحد من دول ياخد شقة في عمارة من العمارات دي، تعالوا بقى نوضح لكم كده الأسعار. يعني الصورة معايا سيئة جدا بس أنا هقدر أقولها لكم إن شاء الله. بيقول لك في هذا التقرير تتراوح المساحات من 106 متر إلى 133 متر مربع بمقدم حجز 40,000 جنيه، ونسبة تميز تتراوح من 1 لـ1.5 بإجمالي 3308 وحدة سكنية. وعندنا كمان 672 وحدة سكنية في مدينة الشروق، سعرها بيتراوح ما بين 747 ألف جنيه ل994 ألف جنيه، وسعر المتر 6715. يعني الوحدة بتبدأ من 1.25 مليون، 750 ألف جنيه لغاية مليون. وعندك برضو في مدينة القاهرة الجديدة الوحدات أسعارها بيتراوح من 855 ألف ل999 مليون، بس هو مش عايز يحط لك مليون مرة واحدة. ولو رحت الأكتوبر من 724 لغاية 850 ألف، وفي المنيا من 456 ألف لغاية 550 ألف، وفي مدينة بدر من 560 ألف ل607 ألف، وفي أكتوبر من 712 ألف ل833 ألف. طب معلش بس لو عايز حد سمعني من الشباب، ناخد مثلا متوسط أي واحدة فيهم، وليكن أنا إيدي وقعت على بتاعة حدائق أكتوبر، 774 ألف وصولا ل846 ألف. خلينا في الحد الأدنى، 774 ألف دي لو قسطناها على 20 سنة تعمل لي كام كل شهر قسط؟ اللي هي الشقق بتاعت محدود الدخل، الشقق اللي بتتعمل للطبقة المتوسطة، عشان الواحد من دول يبقى مطمن كده وهو جايب لابنه شقة يتجوز فيها. أنا عايز أعرف الراجل ده هيبقى مطلوب منه كام غير المقدم، غير بيقول لك 40 ألف جنيه، فشيل ال 40 ألف جنيه وقسط لنا ال 700 غير المقدم، غير الدفعات النص سنوية، غير الصيانة، غير العائدات، غير كل التفاصيل التانية. لو بحسبة صغيرة كده 700 ألف على 20، يعني لو 20 سنة يبقى مطلوب منه في السنة الواحدة 35 ألف
يعني تقريبا حوالي 3000 جنيه كل شهر لو بتتقسط على 20 سنة بصفر فوائد. بصفر فوائد، دي اللي هي المفروض بتاعة الطبقة البسيطة اللي اتهجرت من هنا ومن هنا ومن هنا، زي الراجل كده اللي شفناه أو الست اللي بتقول لك ده احنا في ناس ساكنة ببلاش، نجيب كهرباء منين ونجيب إيجار منين. دي مطلوب منها أنها تدفع 3000 جنيه غير الفوائد في حالة أنها قررت أن هي تروح للمساكن الأدمية. طبعا هي محدش يقدر ينكر شكلها نظيف وشكلها ادمي وشكلها جديد، اه في صحراء، لكن ربما لما بيكون في بقى سكان واهالي يتنقلوا هناك اكيد بيحصل تنميه. دي فيلا يا ابني مش شقق. اكيد بيحصل تنميه وبيحصل محلات وبيحصل مدارس وبيبقى فيها روح، لكن بتاخد شويه وقت، لكن في النهايه طبعا حاجه ادميه محدش يقدر يقول. لكن هل الشكل الادمي ده والسكن الادمي ده الناس هتقدر على ثمنه؟ هو ده السؤال. فاصل ونرجع نكمل معاكم.